بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنة رابعة متوسط، مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. اليوم جبت لكم درس على المتطابقات الشهيرة والنشر والتحليل، ولا شك على شكل تمرينات. إذا تبعوا معي، راح نذكركم ما معنى المتطابقات الشهيرة. إذا هناك ثلاث متطابقات شهيرة، الأولى هي A زائد B الكل مربع. إذا كي يكون عندكم مجموع عددين موضوع في قوس الكل مربع، راح ديروا مربع الأول اللي هو A مربع زائد ضعف الأول في الثاني. وش معناتها الضعف؟ يعني 2 مضروب A في B زائد مربع العدد الثاني اللي هو B. هذا كي يكون من الشكل A زائد B. أما إذا كان الشكل A ناقص B، هناك ناقص هنا ما كانش زائد، هنا الفرق يكون فقط أمام ناقص 2 A B، هنا في الناقص. إذا راح يساوي لي مربع الأول اللي هو A ناقص ضعف الأول في الثاني، ضعف ما معنى 2 في A في B زائد مربع الحد الثاني. أما إذا كانت الشكل الثالث فهو A ناقص B في A زائد B، فإنه يساوي مربع الأول ناقص مربع الثاني اللي هو A مربع ناقص B مربع. هذا كل ما في المتطابقات الشهيرة. إذا ممكن نمشي من الجهة هذه، يعني A زائد B الكل مربع، نصل إلى هذه الجهة، أو من هذا الحد الحد الأيمن اللي هو A مربع زائد 2 A في B زائد B مربع، لكي نصل إلى A زائد B الكل مربع. يعني عندي مساواة ممكن نمشي لها من الاتجاه. نبدأ على بركة الله في طريقة التطبيق. إذا أول عبارة هي عبارة A، يقول أحسب ما يلي. عبارة A اللي هي X زائد A. هنا نلاحظ أن A تاعي ماذا يساوي؟ A تاعي يساوي X، و B تاعي هو 4. إذن ما علي إلا أن أعوض. وش قلت؟ وش يساوي هذا؟ X زائد 4 الكل مربع يساوي مربع A مربع اللي هو X مربع، نطبق فقط، زائد ضعف الأول في الثاني، يعني 2 مضروب نضرب x في 4 في x في 4 زائد مربع الحد الثاني اللي هو b، مربع b ماذا يساوي؟ يساوي 4 الكل أس 2. ثم نبسط هذه العبارة، هذه تساوي x مربع نخليه كما هو، ثم نضرب هنا 2 في x في 4، يعني يولي لي زائد 8 x زائد 4 الكل مربع 16. هذا كل ما في القانون، طبق فقط القاعدة. إذن هذه هي عبارة A. ننتقل على بركة الله إلى عبارة B. لاحظوا معي كيف راح نحسب B. B هو عبارة عن 1 ناقص 2X الكل مربع. إذن ما هو الشكل؟ الشكل راح يكون الشكل الثاني اللي هو A ناقص B الكل مربع. فقط هنا راح أضع لكم باش تفهموا، A هو الواحد وهذا العدد الأول، B هو 2X وليس ناقص، ما نديش الناقص، ناقص تاع القانون. إذن B كم يساوي؟ يساوي 2X. ما علي إلا أن أطبق. إذن وش قلت؟ كي يكون عندي A ناقص B الكل مربع، إذن يساوي مربع الأول اللي هو A مربع اللي هو 1 الكل مربع ناقص 2 مضروب A في B، 1 في 2 في 2X. إذن 1 في 2 x هنا في 1، ممكن نزيد 1، زائد ب مربع ب تاعي هو 2 x. اذا ندير 2 x موضوع بين قوسين نقول مربع. هنا نبسط عباره ب، نكتب ب ماذا يساوي؟ 1 1 مربع 1 ناقص 2 في 2 في x في 1، 2 في 2 4 x في 1 x، ثم بعد ذلك زائد مربع 2x. وش معناتها مربع 2x؟ يعني 2x في 2x، 2 في 2 4 x في x x مربع. الآن فقط راح نكتب عبارة b دائما تسبق ب أعلى حد في x مربع، نكتب 4x مربع، ثم نولي الحد التالي عنده x ناقص 4x زائد 1. أتمنى فقط أن يكون الشرح واضح للجميع. ننتقل على بركة الله إلى العبارة الثالثة.
على عبارة C تساوي 2x ناقص 1 في 2x زائد 1. هنا الأ تاعي هو 2x، يعني الحد دائما الأول ندوه A، الحد الثاني نديه B، B يساوي 1. قلنا أن القاعدة كي يكون عندكم A ناقص B في A زائد B، إذن هذه راح تساوي لي A مربع اللي هو 2x الكل مربع. إذا تبعوا فقط هذه الطريقة باش ما تغلطوش، قلت A مربع ناقص B مربع، قلت B ماذا يساوي؟ يساوي 1 مربع. إذا كم يساوي هذه؟ إذا عبارة C راح تساوي لي 2x الكل مربع. لاحظوا معي 2x الكل مربع، نديرها لكم على جنب. وش معناتها كي يكون عندكم 2x الكل مربع؟ لازم تفهموا شيء، أن 2x مضروب في نفسه، يعني 2x في 2x. نضرب الأعداد مع بعض، 2 في 2 4، x في x x مربع. إذا نولي للعلاقة تاعي، c تاعي ماذا يساوي؟ يساوي 4 x مربع ناقص 1. أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذه كل هذا كل ما في المتطابقات الشهيرة. نلتقي على بركة الله، أكتب لكم تمرين على التحليل والنشر. يقول سؤال تمرين ثاني، لتكن E عبارة E كالتالي: E تساوي x زائد 1 الكل مربع ناقص x زائد 1 بين قوسين في 2x ناقص 3. سؤال أول، انشر وبسط عبارة E. لاحظوا معايا، هنا نلاحظ أن E مكتوبة على شكل x زائد 1 الكل مربع. إذا أول شيء راح أستعمل المتطابقة الشهيرة رقم 1، هنا A تاعي يمثل x و B تاعي يمثل الواحد. إذا نطبق، E تاعي ماذا يساوي؟ يساوي مربع A اللي هو مربع x مربع x، يولي لي x مربع، زائد ضعف 2 في x في 1، A في B، x في 1 زائد مربع 1 1. ثم ندير ناقص، نفتح قوس، حذاري ديروا ناقص، افتحوا قوس باش ما تغلطوش في الإشارة. الآن راح ننشر x زائد 1 في 2x زائد ناقص 3. نبدأ بالحد الأول، ننشره على 2x وننشره على ناقص 3، ندي بالإشارة. إذا x في 2x وش يمدلكم؟ يمدلكم 2x مربع، ثم x في ناقص 3 ناقص 3x. ثم نجي للحد الثاني اللي هو زائد 1، زائد 1 راح ننشره أيضا على 2x وعلى ناقص 3. زائد 1 في 2x زائد 2x، ثم زائد 1 في ناقص 3 ناقص 3، ثم نغلق القوس، انتهيت. ثم الآن راح نبسط عبارة E. E ماذا تساوي؟ إذن هنا x مربع زائد 2 في x في 1 زائد 2x زائد 1. ثم واش راح ندير؟ إذن هنا قبل ما ننشر ناقص تاعي، نبسط العبارة اللي راهي داخل القوس. إذن عندي هنا 2x مربع، ما كاش حد واحد آخر، إذن نكتبو 2x مربع، ثم ناقص 3x زائد 2x كم يساوي؟ يساوي ناقص x. إذن نكتب ناقص x، هنا ناقص 3، ما كاش عدد آخر، إذن نكتب ناقص 3. عبارة E دائما تساوي، نبسط مرة أخرى، إذن x مربع زائد 2x زائد 1، ندخل ناقص، ناقص في 2x ناقص 2x مربع، ناقص في ناقص x زائد x، ناقص في ناقص 3 زائد 3. نبسط مرة أخرى، E تساوي، نشوف اللي عندهم x مربع، نجمع x مربع مع ناقص 2x مربع ناقص x مربع، نولي x 2x زائد x كم يساوي؟ يساوي زائد 3x. نولي مرة أخرى للأعداد، زائد 1 زائد 3 كم يساوي؟ يساوي زائد 4. إذن هذه هي العبارة المنشرة والمبسطة ل E. أتمنى فقط أنني وفقت فيها في هذا السؤال. نتابع سؤال ثاني. السؤال الثاني يطلب منكم تحليل عبارة E إلى جذع عاملين. لاحظوا معايا،
إذا كتبت العبارة تاع كما هو كما هي في التمرين، ثم بعد ذلك راح نكتبها بطريقة أخرى. ما معنى بطريقة أخرى؟ عوضا ما نكتب هنا المربع نكتبها بالشكل التالي. إذا x زائد 1 لكل مربع هي عبارة عن x زائد 1 مضروبة في نفسها، يعني في x زائد 1. هذا أول شيء. ثم نزيد العبارة التي تليها، ناقص x زائد 1 في 2x ناقص 1. إذا ما معنى حلل عبارة E؟ حلل عبارة E راح تكون من عبارة جبرية فيها زائد أو ناقص نردوها إلى جداء حدين. هنا هل هي عبارة عن جداء حدين؟ نقول لا. إذا بعدما كتبت E بطريقة أخرى، نلاحظ أن هنا عندي x زائد 1 في الحد الأول، وهنا عندي x زائد 1. نقول في هذه الحالة أن x زائد 1 هو عامل مشترك بين العبارتين. واش راح ندير؟ راح نحو كعامل مشترك. طبعا كي نحيت x زائد 1 كعامل مشترك، واش يبقى لي هنايا في الحد هذا في الجداء هذا؟ لاحظوا معايا اللي كان نخفي لكم x زائد 1، يعني نحيته كعامل مشترك، واش يبقى؟ يبقى x زائد 1. إذا نكتب x زائد 1، ثم بعد ذلك الناقص خليه كما هو. ثم لاحظوا يكون نحي لكم هنا x طرف ثاني، نحي لكم x زائد 1، واش يبقى في العبارة الثانية؟ يبقى 2x ناقص 3. ولكن حذاري كاين الناقص، إذا نفتح قوس نكتب 2x ناقص 3. ثم بعد ذلك أنا كتبت E على شكل جداء، ولكن حذاري هذه العبارة غير مبسطة، إذا نبسطها. إذا E تاعي تصبح x زائد 1 مضروب، لاحظوا معايا مضروب، نفتح قوس الآن، هنا واش عندي؟ x زائد 1 ناقص 2x، إذا x ناقص 2x كم يساوي؟ يساوي ناقص x. ثم هنا عندي زائد 1، هنا كي نضرب ناقص في ناقص 3 تولي زائد 3، زائد 1 زائد 3 كم تساوي؟ زائد 4. إذا أخيرا تحصلنا على عبارة E على شكل جداء حدين، اللي هو x زائد 1 في x في ناقص x زائد 4. فقط نمد لكم ملاحظة، إلا حبيتوا تحقوا باللي السؤال الأول تاعكم صحيح، باللي النشر والتبسيط ما غلطتوش فيه، يساوي ناقص x مربع زائد 3 x زائد 4، ما عليكم إلا النشر مرة أخرى لحد x زائد 1 في ناقص x زائد 4. إلا لقيتوه هو نفسه اللي لقيتوه هنا، يعني ناقص x مربع زائد 3 x زائد 4، اعلموا أنه النشر تاعكم صحيح. إذا لقيتوا فيه خطأ عودوا النشر وعودوا التحليل. إذا بالتوفيق للجميع. إذا بهذا أكون عند نهاية هذا التمرين على المتطابقات الشهيرة وعلى النشر والتحليل. أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا الدرس. إذا كنتم ما فهمتوش، ما عليكم إلا تعليق بسيط يصلني، سأأخذ بعين الاعتبار أي تعليق يجيني. وهناك حل آخر، أنني على القناة وضعت عدة تمرينات على النشر، على التحليل، وعلى المتطابقات الشهيرة. فقط ننزل لكم ملاحظة أخرى، أن هذا التمرين اللي درته لكم على النشر والتحليل هو تمرين من شهادة التعليم المتوسط بيا. إذن بالتوفيق للجميع، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في انتظار تعليقاتكم واشتراككم للقناة والضغط على الجرس ليصلكم ما هو كل جديد. سلام الله عليكم.